التواصل بين بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبين السيد وزير خارجية الجزائر لم يتوقف يوما منذ تسلمي لهذا المنصب في شهر 8/2017. أولا بسبب القرب الجغرافي الواضح بين الجزائر وليبيا الذي يوقع على كتفي الجزائر حملا ثقيلا وشرعيا يجب على أي مسؤول في ليبيا أن يأخذه بعين الاعتبار. وأنا سعيد بأن أتأكد في كل زيارة لي للجزائر بأن الجزائر تقف بحزم أمام توافق الليبيين فيما بينهم وأمام الدور الأحادي للأمم المتحدة كالدور الحيادي الشرعي الوحيد المقبول لدى الجزائر. فكان لقاء مثمرا من كل هذه النواحي. الحوار مستمر دائما ما بين البعثة الأممية والجزائر. وثانيا كانت لنا يعني في هذا اللقاء ربما مطولا تكلمنا على الأوضاع أولا في ليبيا وما هي المراحل المقبلة لتنفيذ الخطة الأممية للخروج بنتائج وبالخصوص بتنفيذ ما اقترحه السيد الأمين العام للأمم المتحدة عبر السيد غسان سلامة لتنفيذ خطط العمل للأمم المتحدة. فمرة ثانية أكدنا للمبعوث الخاص على استعدادنا التام كالعادة لمرافقة الممثل الدائم في مهمه ومرافقة إخواننا الليبيين لحل الأزمة في ليبيا.